مرحبا بكم في هذه النشرة والتي نبدأها بأبرز عناوينها. الجيش العربي السوري يلقي القبض على عدد من إرهابي داعش خلال تمشيطه البادية الشرقية. وزير الخارجية الروسي: مستمرون بتقديم الدعم لسوريا في محاربة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة. مع خروج مزيد من المساحات الزراعية عن الإنتاج، خطر يهدد المحاصيل الاستراتيجية مع غياب الجزيرة السورية عن مواسم التسويق. نحن اليوم نثبت بالمدينة الدوما بأن الشعب السوري هو شعب واحد في خندق واحد في مواجهة الإرهاب والعمالة والخيانة. لن تركعي، لن تركعي يا سوريا، لن تركع الشمس فيك، لن تركعي، لن تركعي يا سوريا. أهلا بكم. قالت مصادر ميدانية إن الجيش العربي السوري ألقى القبض على نحو 8 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية بتزامن مع استهدافه برمايات صاروخية لمواقع الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد ونقطتين للاحتلال التركي في جبل الزاوية وغربي حلب، ما أدى لإصابة 3 جنود أتراك أحدهم بحالة خطيرة على ما نقلته صحيفة الوطن المحلية. بيّن مصدر ميداني أن الجيش ألقى القبض على عدد من إرهابي تنظيم داعش خلال تمشيطه البادية الشرقية من بقايا فلوله. وأوضح المصدر أن وحدات الجيش والقوات الرديفة واصلت عملياتها البرية ضد الدواعش في عدة قطاعات من البادية الشرقية. ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي يساند القوات البرية في عملياتها، حيث شن عدة غارات على مواقع للدواعش بباديتي حمص ودير الزور. وأشار إلى أن وحدات الجيش والقوات الرديفة تعمل على تفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في حقول ألغام ومحاور تقدمها بالبادية، في حين أصيب عدة عناصر بانفجار لغم في منطقة سدود أبيض بريف حمص الشرقي. واصل الاحتلال الأمريكي إعادة استثمار المجاميع الإرهابية واستخدامها لتنفيذ مخططات واشنطن بالمنطقة، حيث نقلت تلك القوات 60 إرهابيا من تنظيم داعش من بينهم جنسيات عراقية وسعودية من سجن الثانوية الصناعية الكائن في مدخل مدينة الحسكة إلى قاعدتها في مدينة الشداد بالريف الجنوبي بعد 3 أيام من عملية مماثلة. وبالتزامن ذكرت مصادر أهلية أن رتلا عسكريا للاحتلال الأمريكي يرافق طيران مروحي دخل مزرعة لمدنيين بالقرب من نهر الفرات في بلدة الطيان الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد شرق دير الزور، وقام بنشر أجهزة داخل المزرعة لأسباب مجهولة. في الأثناء عاد الهدوء الحذر إلى مدينة البصيرة بريف دير الزور بعد اسحاب حواجز ميليشيا قسد من المدينة بعد يوم من خروج الأهالي بتظاهرات احتجاج على حملة المداهمات والاعتقالات التي نفذتها الميليشيا بحق المدنيين وإحراقها عددا من المنازل في المنطقة، وذلك حسب ما ذكرت مصادر إعلامية محلية في المنطقة.
اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ بعض الدول باستغلال مجلس الأمن الدولي لتسييس العمل الإنساني وممارسة النفاق السياسي في سوريا، مجددا التأكيد على أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا يتطلب الرفع الفوري للإجراءات القسرية الأحادية المفروضة عليها، ووقف نهب مواردها وثرواتها الوطنية، وإنهاء تسييس العمل الإنساني وربطه بشروط ولاءات وإملاءات تتعارض مع مبادئه. وشدد صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا على ضرورة دعم جهود مؤسسات الدولة للتخفيف من المعاناة وتوفير الدعم والخدمات للسوريين، بما في ذلك من خلال دعم أهداف التنمية وإعادة تأهيل البنى المتضررة لتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين واللاجئين ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب والقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والنصر الإرهابيان والكيانات المرتبطة بهما، ووجوب إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التأكيد على مواصلة روسيا تقديم الدعم لسوريا في محاربة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها. وقال لافروف في كلمة له خلال مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي: قدمنا الدعم لسوريا في حربها على الإرهاب وسنواصل دعمها حتى القضاء عليه نهائيا والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها. الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعمل على تفويض ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الأمن الجماعي ووضع قواعد وتشكيل تحالفات تخدم أجندتها، ما يؤدي إلى ظهور خطوط فصل جديدة في الشؤون الدولية، حيث نرى كيف يتم فرض التحالفات في أوروبا، منطقة المحيط الهادي والهندي في محاولة لردع الصين وعزل روسيا. هناك مشكلات في الأمن الاستراتيجي ولا سيما فيما يتعلق بالأسلحة النووية. قدمنا الدعم لسوريا في حربها على الإرهاب وسنواصل دعمها حتى القضاء عليه نهائيا والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها. من جانبه أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في كلمة له خلال المؤتمر على مواصلة روسيا تقديم الدعم لسوريا في محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن الدول الغربية تعرقل محاربته وتستخدمه أداة في محاولة لفرض هيمنتها على المنطقة. روسيا حاربت مع الشعب السوري لدحر الإرهاب بما فيه مصلحة ليس لسوريا فقط إنما للعالم كله. من المؤسف أن بعض دول الغرب التي تسعى لفرض هيمنتها على المنطقة لم تعتبر أنه من الضروري العمل معنا ضد هذا الشر، بل وبذلت جهودا كبيرة لعرقلة محاربته. روسيا ستواصل تقديم الدعم لسوريا حتى القضاء على الإرهاب بشكل نهائي، كما ستستمر بدعم جهود عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم وإعادة الإعمار على جميع المستويات. يجب بناء العلاقات الدولية على أسس التعاون واحترام سيادة الدول ومصالحها. السياسة الخارجية الروسية تنتهج مسارا واضحا في سبيل الوصول لعالم متعدد الأقطاب. تؤدي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وصادميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو مائلا للبرودة ليلا خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أعلنت وزارة الصحة السورية مساء الأربعاء تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 10 حالات ووفاة 400 الإصابات المسجلة بالفيروس. وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بلغ حتى الآن 25248، شفيت منها 21766، وتوفيت 1855 حالة. وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته. بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة والكهرباء المهندس غسان الزامل مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في عمان اليوم مجالات التعاون في قطاعي النفط والكهرباء وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون في قطاع الطاقة من البلدين وضع شبكة الربط الكهربائي بين سوريا والأردن ووضع البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بين البلدين وناقش سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. بحث سفير سوريا لدى بغداد سطام جدعان الدندح مع مدير الشركة العامة لتنفيذ المشاريع في وزارة النقل العراقية زيد خليل شعلان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مشاريع النقل وتعاون الشركة بإعادة إعمار البنى التحتية في قطاع النقل في سوريا. وقال الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن الزيارة تمخضت عن اتفاق لتزويد سوريا بالمنتجات الكونكريتية من أجل صيانة السكك الحديدية بسوريا والربط السكك بين سوريا والعراق، وأن وفدا فنيا عراقيا سيزور دمشق لتوقيع العقود والاتفاقيات قريبا. من جهته أكد شعلان جاهزية الشركة لتزويد سوريا بالعوارض والمنتجات الكونكريتية من خلال معمل العوارض في منطقة أبو غريب غرب بغداد. أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية استئناف رحلاتها الجوية إلى مدينة أبو ظبي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. ودعت وزارة النقل المسافرين إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران للاستعلام عن أسعار التذاكر والحجز. وكانت الوزارة قد أعلنت في 15 من حزيران استئناف رحلاتها المباشرة من دمشق إلى دبي والشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من الأحد الكائن في 20 من الشهر الجاري على متن الخطوط الجوية السورية. أكد وزير السياحة خلال جولة له على واقع المنشآت السياحية بمحافظة اللاذقية على أهمية دعم خطة الترويج السياحي للمنشآت الأثرية، مع الإشارة إلى التعاون الدائم مع وزارتي الثقافة والإدارة المحلية والبيئة في هذا الإطار. اطلع وزير السياحة محمد رامي رضوان مارتيني ضمن جولته في محافظة اللاذقية على واقع عدد من الفنادق والمنشآت المرخصة في بلدة صلنفة والمحميات والأملاك الممكن طرحها كمشاريع استثمار سياحية. واطلع الوزير على أعمال الترميم المنفذة في قلعة صلاح الدين بالحفة والأعمال المطلوبة المتبقية. وأكد مارتيني حرص الوزارة على دعم عدد من الوحدات الإدارية ضمن خطة الترويج السياحي للمواقع الأثرية، منوها بالتعاون القائم والتنسيق مع وزارتي الثقافة والإدارة المحلية والبيئة. عم نشوف المنشآت على اختلاف تصنيفها، المنشآت الفندقية، منشآت الإطعام، المقاهي، الكافيتريات، الشواطئ، وأيضا بدنا ما نغفل السياحة الشعبية اللي هي توجه اليوم وهي توجيه حكومي وأساسي اليوم بخطط عمل وزارة السياحة. لدينا عدد من الشواطئ المفتوحة في ساحل اللاذقية إن شاء الله التجربة بدنا نعززها بالمواسم القادمة. وأيضا نحن عم بيكون معنا السيد محافظ اللاذقية لحل بعض القضايا الخدمية، شو في مطالب على الأرض نحن عم نشوفها على أرض الواقع عم يتم معالجتها بما نستطيع من الإمكانيات المتوفرة، وأيضا ما يتطلب تدخل الوزارات في المركز. مقومات سياحية عارمة تنتظر المحافظة منذ سنوات أن تؤتي أكلها في وقت أحوج ما يعود فيه بالمنفعة العامة على البلاد والعباد. من اللاذقية باسم عباس، قناة سما الفضائية.
خدمات إلكترونية جديدة أطلقها مجلس مدينة حمص من خلال مركز الخدمات الإلكترونية ضمن مركز خدمة المواطن الرئيس صالة الجمهور، وتستهدف الخطوة تسهيل استصدار الأوراق المهمة خلال فترة وجيزة بسهولة ويسر. لتوفير الوقت والجهد وعناء السفر، بدأ مجلس مدينة حمص بخدمات إلكترونية جديدة من خلال مركز الخدمات الإلكترونية ضمن مركز خدمة المواطن الرئيسي بصالة الجمهور. الخدمة أطلقت بحمص وحلب وحماة بعد دمشق واللاذقية. مبدأ العمل تبع مركز الخدمة الإلكترونية هو عبارة عن برنامج تم وضعه من قبل وزارة الاتصالات. البرنامج هو مركزي بالمحافظات كلها، بإمكان المواطن وقت الطلب يحدد المكان المديني والمحافظة والمديني والمركز اللي ممكن يستلم منه البيانات والشهادات المطلوبة منه، وهذا شيء أكيد يعني بيسهل على المواطن كتير وبوفر جهد ووقت ومال. بيعبي الطلب من عنده عبر تطبيق معاملاتي أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهاي الخدمة الإلكترونية، توصل لعنا الطلب. هلأ نحن هون بيوصلنا مثلاً خدمتين بس، سجل عدلي في شؤون مدنية، فنحن هون بنوجهها بيتم توجيهها لأنه للموظف المختص فيها سواء سجل عدلي أو شؤون مدنية، بحيث يتم تنفيذها هونيك وبيرجعوا بيبعتولنا إياها. بس توصلنا عنا بنرجع نحن مندققها ومنبعتها لقسم البريد. هلا نحن من خلال البرنامج منسلم الظرف للأخ المواطن. هلا بنقوم تبعة المعلومات من خلال طابعة من خلال إذا استلمنا المعاملة، بعدين منحطه بالظرف منسلمه للأخ المراجع اللي بده يجي يستلمه. تقدم الخدمة اليوم وثائق الشؤون المدنية ووثيقة السجل العدلي لا حكم عليه، إضافة إلى السعي لتقديم المزيد من الخدمات. مركز الوعر الخدمات ممتاز، الشغل سريع، الله يعطيهم العافية، ما يخلونا نطول. شو عملت في بيان عائلي؟ والله عملت بيان قيد عائلي وبيان زواج دغري الحارك والله مباشرة. خدمة أراحت المواطن من كافة النواحي خاصة الناحية المادية التي كان يتكلف بها. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص. يعمل أهالي بلدة قارة بعد دحر تنظيمات إرهابية منها وعودتهم إليها على التوسع في تربية المواشي من أبقار وأغنام والنهوض بهذه التربية لما كانت عليه قبل الحرب الإرهابية على سوريا، لكن ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توفر المراعي الكافية كان من المعوقات في تربية الثروة الحيوانية لدى المربين. أهالي قارة ورغم الظروف والصعوبات التي مرت على البلدة إلا أنهم مستمرون في البحث عن الوسائل التي تمكنهم من النهوض بهذا القطاع الذي يشغل أسرا كاملة وفق عدد من المربين الذين التقتهم وكالة سانا في جرود البلدة. أمين سر جمعية قارة الفلاحية لتربية الأبقار محمد عبد الحليم زكار أشار إلى وجود 92 مربيا في البلدة وعدد رؤوس الأبقار المسجلة لدى الوحدات الإرشادية 927 رأسا، بينما الموجودة على أرض الواقع تبلغ 1400 رأس، موضحا أن المربين يعانون صعوبة تأمين الأعلاف نظرا لارتفاع أسعارها في السوق السوداء وعدم إمكانية توفير المقنن العلفي لجميع المربين، ما أجبر البعض إلى بيع جزء من أبقارهم. ينبئ منع فلاحي الحسكة من تسويق إنتاجهم إلى المراكز الحكومية هذا العام بخطر كبير أقله عزوفهم عن الزراعة. هذا هو حال الجزيرة السورية التي غابت عن هذا الموسم قسرا على يد ما يسمى بالإدارة الذاتية، والذي يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لمنع انهيار هذا القطاع. خطر كبير يهدد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مع غياب الجزيرة السورية عن موسم التسويق الحكومي بعد أن أكلت جفاف المحاصيل ويوشك على تهديد الثروة الحيوانية. ومع خروج غالبية المساحات الزراعية عن الإنتاج هذا العام، يطالب الفلاحين بضرورة إيجاد حلول عاجلة تدعم الفلاح وتحافظ على إصراره على زراعة أرضه. نحن بالنسبة لموسم العام هذا كان البعل صفر والسقي أي المروي يعني كان أقل من الوسط يعني دون الوسط يعني، فهذا كان كارثة يعني بالنسبة للموسم العام هذا. وإضافة ما عم نقدر نوصل حبوبنا لمؤسسات الدولة، طلبنا أنه هذا الموسم
انه يقبلوا انه يكون عند يحتفظ ان يحتفظ الفلاح على بذاره. في هذا العام انحبس المطر، الثروه الحيوانيه تعبت، اصحابين المربين تعبوا، الباذرين الارض حتى في المربي تعبوا، وكان الانتاج متدني جدا جدا. فاحنا ما نريده وبشكل مستعجل من الحكومه انه تبدا خطوات في سبيل تحسين الوضع المعاشي للفلاحين ولهالناس. لا يتحسن الوضع المعاشي الا به، المقومات الاساسيه للزراعه. ورغم خروج غالبيه محافظه الحسكه عن سيطره الحكومه، الا ان فلاحيها يضعون امالهم على دعم حكومي يمنع انهيار هذا القطاع الحيوي في البلاد. موسم البعل صفر، والمروي يعني ضعيف جدا، يتعثر علينا تأمين البذار ذاتيا. ما نتمناه من المسؤولين في الحزب والدولة والحكومة تأمين البذار إلى الأخوة الفلاحين، لنستطيع أن نعمل بحقولنا وأن نقدم رقيف الخبز لكل الشعب السوري. هو إعفاء ديون المصرف الزراعي والكهرباء وأجور المثل بأملاك الدولة من أجل أن تدور الدورة الدموية وتنشط الأخوة الفلاحين والزراعة في سوريا. شكل منع ما يسمى الإدارة الذاتية فلاحي الحسكة من تسويق إنتاجهم إلى المراكز الحكومية مع الجفاف الذي أكل المحاصيل ناقوس خطر يهدد بعزوف الفلاحين عن الزراعة، ويجعل من التدخل الحكومي ملحا لمواجهة هذا الخطر. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة. مشاركة 52 طالبا وطالبة بدأت فعاليات المرحلة الثانية من مشروع الصناعي الصغير الذي تقيمه لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة حلب بالتعاون مع مديرية التربية بهدف تعزيز مهارات وقدرات طلبة التعليم الفني والمهني. بهدف إعداد جيل صناعي متمكن وقادر على مواصلة العمل والإنتاج والحفاظ على المكانة المتميزة للصناعة السورية، انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من مشروع الصناعي الصغير في دورته الرابعة الذي تنفذه لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة حلب بالتعاون مع مديريات التربية. هلا بالمرحلة الثانية راح ناخذ الطلاب ونزور المعامل ليشوفوا الصناعة بشكل عملي، يعني على أرض الواقع، وراح نزور مخابر الجامعة مشان نشوف كل شيء نظري، يعني راح نربط الواقع النظري بالواقع العملي لحتى هن يكونوا واثقين من أنفسهم، وإذا فكروا إنه يكونوا مشروع صناعيين صغار بالغد يكونوا متمكنين من أدواتهم. هاي المرحلة كانت بعد المرحلة الأولى اللي تم فيها اختيار 150 طالب متميز، اخترنا منهم 75 ليكونوا ينتقلوا معنا للمرحلة الثانية. تم انتقاؤهم بطريقة ما عن طريق اللجنة، تم استهداف 50 طالب لهي المرحلة. مدة المرحلة 15 يوم، رح تكون متنوعة بين محاضرات تدريبية وبين زيارات ميدانية لجامعة حلب وللصناعيين، وبالإضافة للصناعيين المشاركين معنا بالمشروع. يعتبر هذا المشروع فرصة غنية لتعزيز مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني والمهني للاطلاع ميدانيا على المعامل وخطوط الإنتاج، حيث تولي غرفة صناعة حلب اهتماما كبيرا لعملية التأهيل والتدريب على كافة مستوياتها، لما لها من دور هام وفاعل في رفع الكفاءة والمهارة والإنتاجية. سيتم خلال هذه المرحلة زيارات ميدانية للطلاب إلى المخابر والمعامل ليتعرفوا بشكل حقيقي وواقعي على سير الأعمال ضمن هذه المعامل، ويتم من خلال هذه الزيارات توسعة الآفاق والمدارك للطلاب ليكونوا إن شاء الله صناعيين مميزين بالمستقبل. هون جابونا عشان نختار الأفكار اللي يطورونا الأفكارنا بالمستقبل، عشان نصير نحن هلا صناعيين صغيرين، بالمستقبل إن شاء الله نصير مهندسين نطور أفكارنا، يعني نصير نحن يصير عنا شيء مبدأ إنه نحن نتطور أكثر ونستفيد بأفكارنا. إجوا لعنا سيدات أعمال حلب عطونا دروس شبيهة إنه خياطة تطريز، مواد حلوة، شيء حلو بشجع الواحد يدخل عليها. يذكر إلى أنه يشارك في هذه المرحلة 52 طالبا وطالبة ممن شاركوا في المرحلة الأولى وكانوا الأكثر التزاما وتميزا، حيث تم تقسيمهم لمجموعتين وسيتلقون على مدى أسبوعين محاضرات نظرية حول مجالات الصناعة وقطاعاتها ومهارة التواصل وريادة الأعمال وإدارة الوقت، بالإضافة لزيارات ميدانية للمعامل والمنشآت الصناعية والمخابز بهدف ربط الناحية النظرية بالتطبيق العملي
وبناء جيل صناعي رائد. قناة سما الفضائية كنان علوش، حلب الشهباء. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام نشراتنا، في أمان الله.